دايما بقول الحمد لله راضية بقضائك وصبرك، عشان انا عايزة انول الجنة. الله، بصي الرضا والسكينة، شايفة الاختبار. طب ما فيش حد كان بيدافع عنك لما حد يقول لك كلمة ما تعجبكيش؟ ما كانش في صحاب جدعان، ناس جدعان في الشارع؟ طيب لما ابتديت يعني اثبت للناس انا منال، انا موجودة، لا هتشوفوني، ابتدت الناس فعلا تشوف جوايا قوي ويشوفوا روحي قوي، ابتدوا يتعلقوا قوي. في ناس كتير قوي دعمتني، مديري في الشغل دعمني جدا، صحاب الشركة انا عايزه كمان اتكلم دعموني بقى جدا. عن الناس اللي شافوا جوايا قوي وراح سمع كلام ابوه، وده اللي مزعلك. مش احنا بنزعل لما بيشوفوا جوانا وبنتجرد من كل حاجه ونبين لهم شخصيتنا الحقيقيه ونسمح لهم ان هم يخشوا في الدايره اللي احنا عاملينها لنفسنا او الهاله اللي احنا عاملينها لنفسنا، في الاخر يغزلونا. قلت له ايه لما عمل كده؟ قلت له اكيد اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، وانا هبقى الحد، انا الشخص اللي انت مش هيبقى لك فيه خير، فانا خلاص مش عايزه اكمل انا كمان، لان ده كمان من حقي. انت رفضتني عشان خاطر ظروفي او شكلي، بس ظروفي او شكلي دولت دي حاجات بتاعت رفضك ربنا. ازاي؟ قالها لك ازاي؟ هو ما كانش قادر يقولها لان هو كان متعلق، بس طبعا قرارات الاهل كانت اصعب، فاضطر يعني ان هو يتكلم يومين ويخلع 10 ويرجع تاني عشان مش عارف يبعد، ده الحركه اللي احنا فاهمينها، ايوه بالظبط، ويظهر طب تعالي ننزل نشرب قهوه، طب تعالي مش عارف ايه في الاخر. نتكلم شويه نعمل. طب ده خلاص، يعني ما بقاش في مجال ان احنا نماطل في الموضوع، خلاص الموضوع اتحكم عليه بالنهايه. بابا احرجك جامد لما جه البيت؟ بابا يعني احرجني فعلا، هو بابا اصلا ما بصش في وشي، ف يعني هو ايه؟ يعني استسلم، كان قاعد اتصدم من المنظر، فاللي هو ايه ده انت جايبني فين؟ مع ان هو كان عنده علم وعنده خلفيه ان انا عندي ظروف او وما شافش مشاكل. صور قبل ما يجي عشان يجي شايف يعمل كده طبعا، في بيوت شايف الناس؟ طبعا، طب شايف ومامته مامته. عملت ايه؟ لا اخواته للأسف هو مامته كانت متوفية. متوفية، هو بس بابا اللي عمل كده. ما فكرتيش انك تكلمي بابا يا منال، تقولي له حسيت طب ان انت حكمت عليا انا كده ليه؟ يعني هقلل من نفسي قوي، وانا الحمد لله انا جدع ليا انه لا انا ما ينفعش اقلل من نفسي قوي كده. جدع، ودي احلى حاجه فيك انك انت معززه نفسك زي ما بيقولوا، عندك بالظبط ثقه بنفسك، عارفه انت مين.